زي ما انتم شايفين نهر وعمهر صانع قطايف في محافظة قنا بيعمل ايه في في القطايف اللي هي بطيط في الهواء، يعني هو ماهر في عملية وفي صناعة القطايف في مركز دشنا بمحافظة قنا. زي ما انتم شايفين يعني القطايف بطيط في الهواء زي ما انتم يعني شاهدته في بداية اللايف، وهنشاهده تاني مرة أخرى. يعني هو عد يعني عدد من القطايف مرة أخرى. نياعة القطايف عم بطير بطيرة زي ما انتم شايفين كده. لازم عليك نهرو. ايوه نهر واحد بس زي ما انتم شايفين بقى. يعني هو شغال عند احد الكنفاتية واشهرهم في مركز دشنا بمحافظة قنا، الحاج سعيد. يا عمو اهل دارة يا عم زيد حاج سعيد فهمي بمركز دشنا. هنشوف جولة ثانية من عملية صناعة القطايف وتطيرها في الهواء. مهارة عالية في إزالة القطايف من على الساج السخن زي ما انتم شايفين. يعني بصوا كده، يعني حاجة كده القطايف بتطير بالهواء. معنا ومعكم نهرو، عرفنا بنفسك. نهرو النواطشي من محافظة قنا مركز دشنا، فنان وصانع قطايف. طيب يعني قول لنا فنان، يعني ايه علاقة يعني ايه علاقتك بالقطايف؟ هل من بدري في صناعة القطايف ولا ذيك فترة انت فيها؟ انا ليا دلوقتي بالصلاة على النبي 13 سنة بشتغل قطايف شهر رمضان بس. 13 سنة في شهر رمضان؟ 13 سنة من الغردقة لقينا بدشنا اي مكان. طيب هل يلزم صناعة القطايف مهارة معينة او صنعة معينة او للصناعي؟ اكيد طبعا، الكنافة صنعة، القطايف صنعة، مش اي حد يطلع قطايف. مش اي حد يطلع قطايف، طب حاجه مخصوصه حاجات معينه. طب احكي لنا عن خصائص القطايف، يعني ايه بتعدها ازاي وتعملها ازاي؟ عقدها القطايف بدون عدس. احنا الشغل بتاعنا لا بتعدها ازاي؟ العجينه ليها عجينه معينه، رخوه معينه. يعني بيكون في عجين صايم اللي هو العجين بتاع الكنافه. عجين صايم اسمه عجين صايم. ايه معناه عجين صايم؟ عجين صايم اللي هو الكنافه ده اللي هو بدون خمير يعني. وبعد كده احنا بنزود عليه خمير، بنزود عليه كربونات، بنزود عليه حاجات ثانيه طبعا. يعني في معظم الاوقات بنعمل قطايف بالكاكاو الوان. قطايف بالكاكاو؟ طبعا. ازاي دي؟ طيب دي بتكون بنزود عليها نسبه كاكاو عشان خاطر تطلع بالالوان وكده، يعني تطلع لون. تطلع لون. طيب عمليه اعداد العجينه دي عم تاخد وقت، وايه الكميات والمقادير؟ مثلا لو انا مثلا هصنع مثلا 50 كيلو دقيق مثلا قطايف، دايز ايه اللي يلزم؟ 50 كيلو هنقسم مثلا من نص ال 50 هناخد مثلا 20 كيلو نخليهم نسبه خمير. نخليهم نسبه خمير. وبنحط مثلا كمقدار مثلا شوال كامل 50 كيلو بنحط مثلا 8 كيلو كربونات، بنزود فانيليا، بنزود طبعا عشان خاطر الروائح بتاعتها، عشان خاطر الريحه النكهه بتاعتها حلوه، يا اما نزود نايت وقت يا اما فانيليا. تمام. ده بتطلع معانا طبعا في الوزن بعد كده بيختلف. هي 50 كيلو احنا بنشتغل شوال 50 كيلو بس هو بيطلع اكتر. بيطلع اكتر؟ بيطلع اكتر. حوالي 70 كيلو. 70 كيلو يعني شوال ال 50 يطلع 70 كيلو. 70 كيلو قطايف عشان مقدار الميه اللي بيزيد مقدار مثلا في مقادير احنا بنزودها من لبن. تمام اتفضل كمل. زي ما انتم شايفين
نهرو بيقول ان هو نبطش افراح ولكن في شهر رمضان له طقوس خاصة وهي صناعة القطايف منذ 13 سنة وهو يقوم بصناعة القطايف مرورا بالغردقة ومحافظة قنا ومركز دشنة زي ما انتم شايفين الوضع هنا يعني الكل يشاهدون مهارة نهرو في صناعة القطايف زي ما انتم شايفين وهنشوفه مرة ثالثة او رابعة زي ما انتم شايفين يعني هو على طاولة كبيرة يلقي القطايف التي تم صناعتها بشكل سريع وماهر يعني شوفوا كده يعني حاجة يعني مهارة عالية طبعا ده نتيجة تمكنه نتيجة 30 سنة من الخبرة في صناعة القطايف هو ما يقول انه صناعة يعني الكنافة لها صانع وحدي والقطايف لها صانع وحدي كل واحد له مهارته وكل سلعة لها خصائصها المعينة بيقول انه هو بيصنع القطايف من العجين الصايم اللي هو بدون خميرة وايضا ان جوال 50 كيلو دقيق فاخر يخرج حوالي 70 كيلو قطايف ومعلنا بذلك نتيجة الإضافات التي يتم إضافتها على القطايف يعني الناس يعني تحرص على أخذ القطايف ومشاهدة نهرو في صناعة القطايف في مكان أو كنافة الحاج سعيد فهمي بمركز دشنة بمدينة دشنة هو يعمل معه في كل شهر رمضان يعني هو بيعد طاولة جديدة من القطايف تطاير القطايف في الهواء بشكل احترافي وماهر من قبل نهرو يعني يتم